ننتقل الآن مشاهدينا إلى المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية صالح شكري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. إلى السلام ولقيادة فريق عمل الأمم المتحدة في تناول المساعدات الإنسانية اللازمة لتوفيرها إلى قطاع غزة. قد تباحثنا حول التصعيد غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الجاري وتبعاته السياسية والإنسانية الواسعة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وسائر دول المنطقة. وأشيد بالنداء الدولي الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة توصل لوقف فوري إنساني لإطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين في ظل المنعطف التصعيدي الخطير الذي تتخذه الأزمة وسقوط آلاف من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم. أوضحت السكرتير العام اقتناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة. وفي هذا الإطار فقد دعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام، وسنعمل من خلال القمة التي ستعقد السبت المقبل على التوصل لتوافق دولي اتساقا مع المبادئ القانونية والإنسانية التي نقر بها جميعا لخفض التصعيد وصولا لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أود إشادة بالجهود التي تطلع بها الأمم المتحدة لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، وأضم صوتي للسكرتير العام في أن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعاملين في حقل الإنساني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتوقف فورا وأن يسمح بنفاذ الاحتياجات الإنسانية العاجلة. وأكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح فضلا عن تسخير إمكانيات مطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة. وبالرغم من تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لقصف تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيل المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية المقدسة أمام الجانب المصري ليتم توزيعها بالقطاع، وأن يكون هذا الدخول دخول دائم ومتواصل ودون انقطاع. لطالما حذرت مصر من مغبة إمعان إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال في ممارساتها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وغياب الأفق السياسي لحل القضية وعدم الاعتداد بقرارات الشرعية الدولية، وهو ما نرى تبعاته اليوم في كل جولة تصعيد واشتعال للموقف، ولا نرى بديلا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود وخطوط يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تشدد مصر على أن الاعتقاد بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة لدول الجوار أمر غير وارد، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه كما صمد العقود الماضية. ونناشد الجميع بتغليب صوت العقل والعمل على وقف التصعيد الجاري وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، والإقرار بالمخالفة الجسيمة التي تمثلها مثل هذه المحاولات للقانون الدولي الإنساني. بالتأكيد أن مشاركة معالي الأمين العام في مؤتمر القاهرة للسلام يضفي مزيد من الزخم لهذا الحدث. السكرتير العام وجهوده في تحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وجهوده الحثيثة في هذا الصدد
وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف أمر نقدره ونعتز به كثيرا، كما أن وجوده للإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والإشراف على الأجهزة الأممية العاملة في هذا الشأن هو دليل آخر على مدى الاهتمام الذي يوليه سيادته للمكون الإنساني لهذه الأزمة، واهتمامه بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق. أرحب جديد سيد أنطونيو غوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة في مصر، وليتفضل بالكلمة. السلام عليكم. Your Excellency Minister Shukri and dear friends, thank you for your warm welcome and for your vital work. And through you, allow me to recognize and salute President El-Sisi for his critical leadership. I am in the Middle East on a humanitarian mission at a moment of profound crisis, a crisis unlike any the region has seen in decades. That crisis was triggered by the atrocious 7 October Hamas attacks that killed, injured, and kidnapped a large number of civilians from Israel and indeed from around the world. But this led Israel to a total siege on Gaza and a relentless bombing campaign with an ever mounting toll on civilians, the vast majority of whom are women and children, but also journalists, health workers, and many others, including our own UN staff. Let me be very clear, reaffirming that international humanitarian law must be respected, that protection of civilians is also a must, and any attack to an hospital, a school, or UN premises are forbidden under international law. In the face of this humanitarian catastrophe, I'm calling for 2 immediate humanitarian actions: to Hamas for the immediate and unconditional release of the hostages, to Israel for immediate and restricted access of humanitarian aid to respond to the most basic needs of the people of Gaza. Let me be clear, the Palestinian people have legitimate and deep grievances after 56 years of occupation. But as serious as those grievances are, they cannot justify terror attacks. And as appalling as those attacks have been, they cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Both of my humanitarian appeals are essential in and of themselves. And to help realize these 2 appeals, I am calling for an immediate humanitarian ceasefire. For nearly 2 weeks, the people of Gaza have gone without any shipments of fuel, food, water, medicine, and other essentials. Disease is spreading, supplies are dwindling, people are dying. And I was horrified by the images of death and destruction in the El Ali Hospital. Civilians in Gaza desperately need core services and supplies, and for that we need rapid and unimpeded humanitarian access. We need food, water, medicine, and fuel now. We need it at scale, and we need it to be sustained. It is not one small operation that is required. It is a sustained مستدامة. إنها ليست عملية صغيرة نحن نطالب بها أو ندعو بها، ولكن نحن ندعو أن يكون هناك جهدا مستمرا، وذلك لتوصيل المعونات الإنسانية من شعب غزة. وعلينا أن نتأكد أن هذه المعونة تدخل بأمان ويتم توزيعها. أنا على أرض مصر، وذلك لكي أقوم برعاية توزيع
الخدمات الإنسانية والمعونة الإنسانية على للفلسطين. إن معبر غزة وإن مطار العريش هما القناتان الأساسيتين لحياة من يعيشون في القطاع، وإن نصر تثبت لنا للمرار وتكرار أنها هي عماد السلام، وهي المسؤولة بل وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف. وكلما زادت الحروب أو امتدت فترة الحرب، كلما زادت العنف وزادت الخسائر الإنسانية. إن وقف إطلاق النار هو جزء لا يتجزأ وأساسي، وذلك للأعمال الإنسانية، وأنا سوف نقوم بتفعيل هذه المبادرة الإنسانية من الآن وبداية من مصر. ولا يجب أن ننسى أننا نحتاج إلى وصول إلى الحل الدائم والعادل، وكما أشير من قبل لا يمكن الوصول إلى حل وذلك دون خلق دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل تتمتع كل دولة وذلك بالأمن والأمان داخل حدودها، وذلك إعمالا للمواثيق والقرارات.